أهلا بكم. ما دلالات إعلان لجنة النزاهة النيابية في العراق أن 90% من الأموال المهربة خارج العراق قام بتهريبها زعامات سياسية؟ وقالت اللجنة إن 75% من واردات العراق غير النفطية تذهب خلسة إلى جيوب الفاسدين، وأشارت أيضا إلى وجود عراقيل سياسية تقف بوجه استعادة الأموال أموال العراقيين المسروقة، رغم توثيق مكان وجود معظم تلك الأموال وتوثيق أسماء الشخصيات التي قامت بتهريبها. وبينت أن أغلب تلك الشخصيات التي هربت الأموال ووضعتها ببنوك دولية هي زعامات سياسية بمناصب عليا. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام هذه القضية، وسيكون معي في هذه الحلقة الأستاذ فاروق الفتيان الأكاديمي والدبلوماسي السابق. أستاذ فاروق، مرحبا بك. وسهلا بك أستاذ سمير وبمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك أستاذ، وأرحب بالأستاذ عمر الحلبوسي الباحث في الشؤون الاقتصادية. أستاذ عمر، مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم، تحية لكم ولضيفك الكريم. أهلا بكم. إذا مشاهدينا الكرام، نشاهد بداية هذا التقرير، كونوا معنا. على الرغم من الثروات الهائلة في العراق، إلا أن شعبه يعاني الكثير من الأزمات الاقتصادية مع ارتفاع معدلات الفقر، في حين بلغ الدين الداخلي 79 تريليون دينار في عام 2024 وفقا لخبراء في الاقتصاد العراقي. لجنة النزاهة النيابية أعلنت أن 90% من الأموال المهربة خارج العراق هربتها زعامات سياسية. وقالت اللجنة إن 75% من واردات العراق غير النفطية تذهب خلسة إلى جيوب الفاسدين، وأشارت إلى وجود عراقيل سياسية تعيق استعادة الأموال المسروقة، رغم توثيق مكان وجود معظم تلك الأموال وأسماء الشخصيات التي هربتها، مبينة أن أغلب تلك الشخصيات التي هربت الأموال ووضعتها في بنوك دولية هي زعامات سياسية بمناصب عليا. ووفقا لتقارير حكومية، فإن التحويلات المالية الدولية والمحلية إحدى أكثر القنوات التي تستخدم لغسيل الأموال أو تأسيس الفنادق وإنشاء الجامعات الأهلية، فضلا عن شراء أغلى المجوهرات وألاف الشقق والعقارات، فضلا عن أن جهات متنفذة تجمع شهريا رواتب أعداد كبيرة من الموظفين الوهميين وتحولها إلى السوق، إلى جانب العقود الحكومية الوهمية أو العمولات الكبيرة المرتبطة بعقود فعلية، فضلا عن تجارة الدولار والمخدرات وتهريب العملة إلى إيران. نائب وزير الخارجية البريطاني أندرو ميشيل كشف بأن نحو 40% من الأموال القذرة في العالم تمر عبر لندن، وتشمل الأموال المهربة أو المنقولة بشكل غير قانوني من العراق إلى بريطانيا. تقدير حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة في العراق يحتاج إلى جهود كبيرة محلية ودولية متخصصة من خلال البحث في مصادر تلك الأموال، سواء كانت أموالا عامة مستولا عليها وهي مصادر تخلق إيرادات مالية كبيرة عبر مخالفات قانونية وإدارية في الوزارات والمحافظات والمؤسسات العامة لتهرب فيما بعد إلى خارج العراق. أبدأ معك أستاذ فاروق الفتيان، يعني لجنة النزاهة النيابية أعلنت أن 90% من أموال العراقيين المهربة قامت بتهريبها زعامات سياسية، كيف تقرأ هذا التصريح؟ بالتأكيد، لأنه المتنفذين أصحاب السلطة الحقيقية في البلد هم الذين يسيطرون على هذه الأموال، وبالطرق سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة يتم الحصول على هذه الأموال الطائلة. عندما رئيس وزراء تختفي من خلال فترة أقل من 6 أشهر قبل تسليم السلطة تختفي مبالغ تقدر ب 114 مليار دولار عام 2014، فإذا صانع القرار هو، نعم، هو من يقود عملية الفساد، وهو من يقود عملية التهريب. وذكر تقريركم، أتصور التقرير سلط الضوء على كل شيء، يعني الموظفين الوهميين،
المخصصات والامتيازات التي تتمتع بها قيادات الأحزاب والمسؤولين في البلد منذ عام 2004 ولحد الآن. هذه كلها عوامل تساعد على الفساد. عملية مزاد بيع العملة هو الحقيقة ليس مزاد بيع العملة بقدر ما هو استشراء وزيادة حجم الفساد في البلد من خلال عملية طرح يوميا ما يقارب 250 مليون دولار، وهم المسيطرين. البنوك تسيطر عليها الأحزاب، السياسيين هم الذين يسيطرون على مكاتب الصيرفة وهكذا. نعم. إذن أستاذ عمر الحلبوسي، من الذي يسرق إذا كانت الحكومة هي التي تتحدث وتقول هناك 90% من أموال العراقيين هربت إلى الخارج؟ لجنة النزاهة، لجنة الاستثمار تتحدث عن الفساد، الوزراء يتحدثون عن الفساد، الزعامات السياسية يتحدثون عن الفساد، بل أن الكتل السياسية في الانتخابات يعني ما تطرحه للناس هو أول نقطة القضاء على الفساد. الفساد هنا من الذي يسرق؟ هل الشعب الذي يسرق؟ من المعلوم تماما أن من يقوم بعمليات الفساد هم نفسهم الذين يمسكون زمام الحكم ويسيطرون على مصدر الأموال. وهؤلاء الأشخاص لو تتبعنا حقيقة أحوالهم المالية قبل أن يتولوا سدة الحكم لوجدنا أنهم لم يكونوا يمتلكوا لا درهما ولا دينارا ولا سنتا، وعندما تولوا سدة الحكم أصبحوا من كبار الأثرياء ليس على مستوى العراق وإنما على المستوى المنطقة، ومنهم من دخل حقيقة سباق التنافس حتى على مستوى العالم، إذ أصبح هناك كثير من الذين يمسكون في زمام الحكم يمتلكون مصارف في داخل العراق، يمتلكون مجمعات سكنية، يمتلكون حقيقة مشاريع كبرى بمليارات الدنانير العراقية، فضلا عن أموال كبيرة وطائلة في عدد من الدول الإقليمية. يا سيدي الفاضل، منذ أكثر من 5 أشهر هناك عمليات مكوكية كبيرة تجري بها جهات حكومية من أجل التفاوض مع لبنان بخصوص أموال التابعة للأحزاب والميليشيات التي حقيقة موضوعة في مصارف لبنان، والتي بسبب الانهيار المالي الكبير الذي حدث في لبنان تتفاوض على آلية تسديد أو استعادة هذه الأموال. يا سيدي، نحن تعرضنا إلى عملية نهب كبيرة وممنهجة تتصاعد بشكل كبير يوما بعد الآخر من قبل هذه الأحزاب، وأن شعار محاربة الفساد الذي تطلقه الجهات الحكومية سواء كانت بمؤسساتها أو بأفرادها هي مجرد شعارات فضفاضة لا أكثر ولا أقل، يهدف منها إما تخدير الشارع العراقي أو للمساومة والابتزاز فيما بينهم، لأنهم حقيقة هم من تولوا وهم من قاموا بعمليات هذه السرقة الكبيرة. يا سيدي، عمليات النهب التي تجري في العراق أصبحت كبيرة، علما أن كل حزب يمتلك جهات وواجهات اقتصادية إما عبر مؤسسات أو عبر أفراد داخل العراق، ولم يكتفوا بذلك بل لديهم حقيقة هناك واجهات وحتى أشخاص غير عراقيين يعملون لهم في الخارج، هم بمثابة يعني الواجهات لأموالهم. توجد هناك حقيقة قصور وفنادق وممتلكات كبيرة وحتى منتجعات سياحية هي تابعة لسياسيين مسجلة بأسماء أشخاص آخرين. يضاف إلى ذلك يا سيدي، هناك محطات إقليمية لعمليات غسيل الأموال تجري فيها عملية تنظيم كثير من الأمور، ولو قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتجميد أموال التابعة للميليشيات وللأحزاب حقيقة هناك دول سوف تنهار اقتصاديا، علما أن الأمريكان يعلمون بكل دولار خرج من العراق ويعلمون أين ذهبت هذه الأموال. يضاف إلى ذلك أيضا لندن تعد واجهة كبيرة جدا، وكل حزب وكل ميليشيا يمتلك أشخاص متواجدين بشكل دائم في لندن من أجل تسيير عمليات غسيل الأموال وتأسيس شركات الأوفشور في حقيقة في بريطانيا، ومن ثم تعود هذه الشركات الوهمية لكي تعمل في العراق وتستولي على العقود الفاسدة لصالح هذه الجهات، ومن ثم تهرب الأموال عبر الحوالات الوهمية من خلال المصارف أو تكيش الاعتمادات المستندية. ولو تتبعنا حقيقة نافذة بيع الدولار في البنك المركزي ومن يسيطر عليها والمصارف المهيمنة على الحوالات،
لوجدنا وعرفنا من هذه المصائر التي تعمل لصالح جهات داخلية وخارجية، حتى أصبح العراق تعتاش عليه دول وليس فقط ميليشيات. وهناك حقيقة من خلال السوق الموازي ومن خلال الكثير من الأنشطة التي تتعلق بالدولار أصبحت حتى جهات مخابراتية تتدخل به، وأصبحت المنافسة خطيرة. هناك أشخاص أغتيلوا حقيقة بسبب الصراع المحموم للاستيلاء على أموال الشعب العراقي. نعم أستاذ عمر. أستاذ فاروق، هل السياسيين الموجودين ضمن نظام المحاصصة سماسرة يعني لجهات ودول من خلال الاستفادة من هذه الأموال المليارية للعراق؟ كما هو معلوم العراق بلد غني وقبلة دول العالم. كما أوضحنا في أكثر من مرة أستاذ سمير وفي نفس البرنامج أن الفساد المستشري في العراق هو بوابة تفتح كل شيء. يعني عمليات غسل الأموال، لو كانت هناك رقابة مالية حقيقية ولو كان هناك سلطة حقيقية تمارس محاسبة الفاسدين لما تفشت هذه الظاهرة، ظاهرة غسيل الأموال. فإذا المحاصصة في توزيع السلطة، المحاصصة الطائفية والمحاصصة التي جرت بعد 2004 وبعد 2005 بعد إقرار الدستور، هي ساهمت في توزيع المناصب الوزارية إلى الأحزاب، ومن خلال هذه المناصب يتم توزيع العقود ويتم توزيع الأموال المخصصة. ولذلك الفساد لا زال مستشري. يعني يوم أمس شاهدت منظر مؤلم لمدارس في العراق وفي مناطق جنوب العراق. يعني من يحكم العراق باسم يدعون أنه باسم الشيعة، في مدارس في كربلاء يجلسون على الأرض، امتحانات النهائية لطلبة الابتدائية والمتوسطة. إذا لا توجد حتى رحلات للجلوس عليها لممارسة الامتحان. فإذا الفساد عندما يستشري في كل أوجه الحياة. فأنا باعتقادي أنه طالما موجودة هذه السلطة وهذه الأحزاب السياسية الفاسدة سوف يستمر الفساد مستشري، وتستمر عملية غسيل الأموال وتهريب العملة. والولايات المتحدة الأمريكية ليست بعيدة عن ذلك، قد ما ذكرت أن 90% من غير الواردات النفطية لأنه مسيطر عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي اللي تمارس عملية كيفية التوزيع وكيفية الأمور. ولكن الأمور الأخرى، يعني لو نجي ناخذ الضريبة الجمارك، هذه مستشري بها الفساد بشكل كامل منذ 20 عام ولحد الآن. وباعتقادي لا يوجد أمل ضمن ما موجود في هذه السلطة، لا يوجد أي أمل نحو التغيير أو نحو الإصلاح. نعم أستاذ عمر، يعني التخصيص أو الخصخصة هي من المصطلحات التي تهم الدول وخاصة في العقود الثلاثة التي مضت. الخصخصة أي المنافسة، أي الاستثمار، التشجيع على القطاع الخاص، وبالتالي تشغيل الشباب، وبالتالي رفع مستوى دخل المواطن. نشاهد كل سنة منذ عام 2005 وحتى الآن هناك تظاهرات شبابية تطالب بفرص العمل. نشاهد تفشي المخدرات نتيجة اليأس، نتيجة ركون الشباب ويعني قتل الشباب حقيقة بهذه المادة المخدرة. هل هذا الأمر يندرج، يعني كون نظام المحاصصة بصفته وكونه فاسدا على هذا النحو، هل هو جيء به بتعمد من أجل قتل أي فرصة للنهضة للعراقيين، وخاصة أن الأموال في العراق ليست كالأموال في باقي الدول العربية؟ أكيد يا سيدي الفاضل، هذا ما يحدث هو أمر متعمد، وهناك حقيقة اتفاق دولي على ذلك. لذلك هؤلاء الأشخاص الذين يمسكون زمام الحكم في العراق هم يعملون حقيقة وفق تخطيط الخارج وفق أوامرهم. علما يا سيدي الفاضل،
أن القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وكل القطاعات الإنتاجية في العراق معطلة بشكل تام، لأن هناك قرار إقليمي ودولي كبير بأنه يمنع منعا باتا أن تحدث أي نهضة في القطاعات الإنتاجية في العراق، من أجل أن يبقى العراق سوقا لتصريف بضائع تلك الدول. هناك دول تعتاش على العراق وتنعش اقتصادها من خلال تدمير الاقتصاد العراقي، وأن من يمسكون بزمام الحكم في العراق هم أدوات لتلك الدول لتدمير كل ما هو موجود في العراق. بالإضافة إلى ذلك، أن قانون الاستثمار الذي وضع عام 2006 وضع بشكل مطاطي، فصل على الأحزاب وعلى الميليشيات، بينما المستثمر الوطني أو حتى المستثمر الخارجي الذي يريد أن يعمل في العراق لا يمكن أن يحصل على رخصة الاستثمار بشكل سهل، إما أن ينسق مع أحد الأحزاب أو الميليشيات أو أن يتبع الأتاوات أو يمنع من العمل. لذلك يا سيدي الفاضل، كل ما هو موجود في العراق ليس عبثيا، بل هو مخطط له من أجل أن يستمر استنزاف العراق. يا سيدي الفاضل، أنا سبق وأن قلتها بأن أموال العراق تعتاش عليها الكثير من الدول، خصوصا الدول التي تعبث فيها إيران، مثل لبنان، سوريا، اليمن، وحتى الميليشيات التابعة لإيران في دول الخليج، يضاف إلى ذلك إيران نفسها. كل هذه الدول نصرف عليها أموالا، تسرق أموال من العراق لتصرف على هذه الميليشيات، يضاف إلى ذلك أيضا السرقات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. وما يبقى من فتات الموازنة هو يصرف على الشعب العراقي وتلاحقه الأحزاب والميليشيات بالسرقة والنهب. ولو تتبعنا منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا، كل الموازنات التي أقرت أو حتى التي جرى العمل بها من دون إقرارها، لو نفذ 10% منها لتحققت نهضة اقتصادية وعمرانية وإنتاجية في العراق، استوعبت كل الخريجين ووفرت فرص عمل بشكل كبير وأحدثت نهضة تكاملية في كل القطاعات في العراق. لكن يا سيدي الفاضل، ما يقر من موازنات أو من أموال هي ليست فقط للعراق، بل أن هناك دول تعتاش على ما يسرق من أموال الشعب العراقي. ولذلك نرى حقيقة عملية استقتال ودعم دولي لنظام الحكم الموجود في العراق من أجل أن يبقى، لأن ضمان بقاء هذه الحكم يعني ضمان استمرار تمويل هذه الدول وهذه الأنشطة على حساب سرقة أموال الشعب العراقي. لذلك كل الثورات وكل الحركات الشبابية التي تنزل إلى الشارع المطالبة بحقوق الشعب العراقي تواجه بالقمع والتدمير وسط تغاضي دولي بشكل كبير. ولذلك حقيقة أن بلاس خارت التي خرجت من العراق هي كانت واجهة وغطاء دولي حقيقة داعم للحكومة لقمع المتظاهرين من أجل ديمومة بقاء هذا الحكم، الذي حقيقة هو يمثل نقطة إنعاش وانتعاش لتلك الأنظمة التي تسرق من أموال الشعب العراقي وتعتاش عليها. نعم أستاذ عمر. أستاذ فاروق، يعني عندما تدفع إتاوات إلى شركات تابعة لأحزاب، هذه الإتاوات تدفع لشركات تابعة لأحزاب تقدر ب7.5 مليار دولار، يعني هذا ليس سنويا، ربما يكون الأمر شهريا، لا نعرف المدة، ولكن هذا يعني أن بإمكان هذه الأموال أن تبني العراق 5 مرات على غرار دبي الإماراتية، ويكون مستوى دخل المواطن العراقي أعلى مستوى دخل في الشرق الأوسط. يعني هذا الأمر وجعل هذا النظام الفاسد مستمر على هذا النحو له تداعيات كبيرة على واقع العراق الشبابي. الشباب مثل ما تعلمون هو يعني لبنة أي تقدم ولبنة أي نهضة. قمع الشباب عام 2019 في ثورة تشرين، وهناك دعم دولي لنظام محاصصة فاسد بشهادة السياسيين على الفضائيات، يخرجون ويقولون نحن فاسدون، ماذا تفعلون؟ يعني يتحدون العراقيين ويتحدون العالم، وعلني يقسمون الكعكة، وكلنا فاسدون يقولون هكذا. يعني هذا ماذا سيترك من تداعيات على نفسية المواطن المنهك اقتصاديا ومنهك إنسانيا؟ لا نتحدث عن النازحين ولا نتحدث عن المدن المدمرة، مدن مدمرة وهذه الأموال موجودة في العراق، ولكن نتحدث عن نقطة الشباب وما وكيف ينظر إلى من يحكمه في سلطات نظام المحاصصة. بعد مرور هذه السنوات أنت تحتاج على الأقل إلى من 20 إلى 25 عام حتى تفكك منظومة عامة في البلد.
الدراسة الابتدائية تبدأ 6 سنوات، ثم الثانوية 6 سنوات، ثم الجامعة 4 سنوات، يعني يحتاج والطفل عمره 6 سنوات، يعني يحتاج إلى ما بين 20 إلى 25 عام من بداية الولادة إلى الانتهاء من مرحلة الجامعة. هم استطاعوا خلال هاي السنوات أن يدمروا التعليم، أولاً دمروا التعليم الابتدائي، ثم التعليم الثانوي، ثم التعليم الجامعي. حينما تحقق الفساد في المؤسسات، ومنها التعليم، ومنها الصناعة، ومنها الزراعة، وكما ذكر الأخ عمر أنه بإرادة دولية وبإرادة إقليمية تهدف إلى تدمير العراق والاستمرار للوضع على ما هو عليه. لذلك من الصعوبة جدا جدا أن يحصل أي تطوير. يعني الشيء اللي يؤسف إلى أنه الشباب يعاني في كثير من الأمور، يعاني من البطالة، يعاني من الفقر، يعاني من استخدام المواد المخدرة. على سبيل المثال، أنا عام 2011 طلبوا من عندي مجموعة معينة وأنا في اليونان، حقيقة شركة كانت تعرفني عندما كنت قنصل، شركة هي متخصصة في الكهرباء عندما كنت قنصل وعندما أصبح السفير، وطلبوا من عندي أن أكون حاضر لأن عندهم لقاء مع مجموعة من العراقيين ربما لأخذ مقاولة لمحطة كهرباء في البصرة. فصار اللقاء وصار الحديث، وكانوا مجموعة من المهندسين فعلا، يعني مهندسين تشعر بفخر أنه لا زال أكو بالعراق مثل هذه المجاميع ومثل هذا الحرص. ولكن للأسف اختفت هذه المجموعة، والشركة بعد فترة اتصلوا بي قالوا أنه لا يمكن، وهي كانت محطة كهرباء البصرة، وقالوا لا يمكن لأنه للأسف يطلبون 20% من قيمة العقد مباشرة يقدم لهم كرشوة، ومضاف إلى ذلك أنه الاتفاق على شيء والعمل على شيء آخر. وعندما غادروا العمل منحت شركة صينية، ولا زال من عام 2011 لحد هذه اللحظة اللي هي المفروض كان خلال 4 سنوات تنجز هذه المحطة، الآن احنا بال 2024 ولا زالت المحطة تعاني، ولا زال العراق يعاني من شحة الكهرباء. فإذا الفساد المستشري ليس في مؤسسة معينة ولا في عملية سرقة الأموال، وإنما الهدف الأساسي هو تدمير البنى التحتية للبلد وتدمير الإنسان العراقي. والإنسان العراقي استطاعوا خلال هذه 20 سنة أن يدمروا التعليم، وباعتقادي أنه إذا استطاعوا تدمير التعليم نحتاج إلى ثورة في المجتمع، وثورة عميقة للتغيير. يعني الانتفاضة كانت رائعة ولكن دمرت هذه الانتفاضة، وتم الإجاز عليها بتعاون قوى إقليمية ودولية، وأمام مثل ما ذكر الأخ عمر، أمام بلسخارت وأمام المجتمع الدولي وأمام الأمم المتحدة. ولذلك استمر العراق واستمر الوضع على ما هو عليه. نعم أستاذ فاروق. أستاذ عمر، تداعيات بقاء نظام المحاصصة في العراق على هذا النحو، وعلى سبيل المثال صندوق النقد الدولي يحذر العراق من الاختلالات الداخلية، وبالتالي عليه تصحيح الأخطاء المالية. صندوق النقد الدولي ما مصلحته من نظام فاسد في العراق يهرب 90% من أموال العراقيين إلى الخارج، ولو كان بيده لهرب كل أموال العراقيين إلى الخارج. ما مصلحة صندوق النقد الدولي من النظام المالي في العراق وأسلوب الحكم الاقتصادي والسياسي في العراق؟
نحن سبقنا صندوق النقد الدولي بتقديم الكثير حقيقة من الدراسات والمقالات العلمية التي حذرنا منها الحكومة من البقاء على المستوى الاقتصادي بشكل الحالي، خصوصا وأن العراق يشهد انحدارا اقتصاديا كبيرا. أما بخصوص ما مصلحة صندوق النقد الدولي، أولا صندوق النقد الدولي هو مستفاد أيضا حقيقة من منظومة الفساد الموجودة في العراق، خصوصا وأنه يتبع بما يسمى بين قوسين بالإصلاحات الاقتصادية. والجميع يعلم أن الإصلاحات الاقتصادية التي يرفعها الشعارات التي يرفعها صندوق النقد الدولي بمسمى الإصلاحات الاقتصادية يعني التدمير الممنهج للبلدان، علما أن صندوق النقد الدولي ما دخل بلدا إلا ودمره، حتى الأرجنتين التي سبق لها وأن ذاقت الأمرين من صندوق النقد الدولي حتى أسموه بصندوق الشيطان. حقيقة العراق يتعرض إلى حملة تدمير ممنهجة، وسوف أوجزها لك بشكل سريع. منذ أكثر من عام أطلقت الحكومة حقيقة بما يسمى السندات، التي كانت تسمى بسندات إعمار ثم سميت بسندات إنجاز. هذه السندات تقدم حقيقة للمصارف وللمواطنين، تباع بمقابل مالي ثم يستعاد بعد فترة عام أو أكثر حقيقة أموال هذه السندات وكذلك الفوائد المترتبة عليها. نعم، كل الدول تطرح سندات من أجل أن تقوم بعملية تنشيط القطاعات الإنتاجية مثل القطاع الصناعي أو القطاع الزراعي، إلا في العراق فإن هذه السندات حقيقة أطلقت من أجل أن تسحب الأموال ومن ثم تقام عليها نشاطات تشغيلية، أي رواتب وأنشطة كبيرة أغلبها رواتب وامتيازات المسؤولين. وهنا حقيقة منذ تلك اللحظة أشرنا بأن هذه الخطوة هي خطوة تدميرية حقيقة للاقتصاد العراقي، إذ أن الحكومة عندما يحين موعد أجل سداد هذه السندات مع فوائدها من أين سوف تدفع؟ لأنه لم تقم عليها نشاطات إنتاجية تحقق أرباحا للدولة من أجل إعادة أموال هذه السندات مع أرباحها، ولذلك حذرنا بشكل كبير منها عليها خطورة كبيرة. ثانيا، الخطوة التي تعمل عليها الحكومة منذ نهاية العام الماضي والآن بدأت تعمل بها هي خصخصة المؤسسات الحكومية. يا سيدي، كل بلد إذا أردت تدميره فإنه أول خطوة تقوم بها هي خصخصة المؤسسات، وعلما هناك جهتين هم من يدفعون لخصخصة هذه المؤسسات: صندوق النقد الدولي وحقيقة دول إقليمية وعلى رأسها مع كل الأسف دول خليجية. في هذه النقطة يعني أستاذ عمر، لو تشرح لنا الخصخصة. البعض يعني يتحدث عن موضوع الخصخصة أنه مفيد اقتصاديا، لماذا؟ لأنك يعني عندما تنشط القطاع الخاص تكون هناك منافسة ويكون هناك تشغيل وخلق فرص عمل للشباب. في هذه النقطة نريد أن نفهم كيف هو يعتبر موضوعا يعني غير مجدي اقتصاديا. عملية تنشيط القطاع الخاص تكون حقيقة بعيدا عن خصخصة مؤسسات الدولة. هناك يمكن دعم القطاع الصناعي من خلال دعم عفوا من خلال هناك يمكن حقيقة تنشيط القطاع الخاص من خلال دعم الصناعيين العراقيين، من خلال دعم المزارعين، وليس التعقيد عليهم والذي أدى حقيقة إلى هروب كثير من رؤوس أموال الوطنية الغير متحزبة إلى خارج العراق. الخصخصة المطروحة حاليا من قبل الحكومة هي القيام حقيقة بإدخال مساهمين إلى محليين ودوليين إلى هذه المؤسسات حتى يصبح الكعب الأعلى للمساهمين وهم أصحاب القرار، مثل ما حدث في مصر التي تعاني حقيقة من ويلات اقتصادية كبيرة. إذ جرى يا سيدي الفاضل بنهاية العام الماضي اجتماعا في تركيا بين مجموعة دول خليجية مع أحد الأشخاص المتنفذين في العراق، وهو الذي يدفع بشكل كبير للوصول إلى منصب محافظ البنك المركزي، الذي طلبوا منه حقيقة أن يدفع الحكومة باتجاه خصخصة المؤسسات الحكومية وأن تبدأ الخطوة الأولى من المصارف. ولذلك حقيقة الحكومة الآن تلجأ إلى فكرة خصخصة مصرف الرشيد ومصرف الرافدين يعني ومصرف الغاية من الخصخصة هو جعل هذه الشركات أو القطاعات تابعة لأحزاب لتنهب أموال العراقيين بطرق قانونية. بالتأكيد من يمتلك الأموال هو من سوف يدخل للاستثمار بهذه المؤسسات، ومن يمتلكهم الأحزاب والميليشيات، علما أن هناك دولا كانت قد اشترطت على حكومة السودان أنه لن تدخل ولن تستثمر في العراق إلا بعد خصخصة المؤسسات الحكومية. يا سيدي، الأموال التي سوف تجنيها الحكومة من خصخصة هذه المؤسسات لا تسد عجزا في الموازنة، لن تفي بسد ديون العراق، لن تحقق أي نشاطات إنتاجية للعراق، فقط ضياع لمؤسسات الدولة وضياع لأموال البلد، علما أن
عملية الخصخصة هي تمثل بمثابة رصاصة الرحمة برأس الاقتصاد العراقي، وأن هذه الخطوة حقيقة إذا أقدمت عليها الحكومة بشكل فعلي سوف تعجل حقيقة من تدمير الاقتصاد العراقي. حقيقة نحن نتعرض إلى هجمة كبيرة على كافة الأصعدة من قبل دول أقليمية وخارجية تهدف لمسك زمام الحكم في العراق والسيطرة على هذه المؤسسات. يا سيدي، ما الذي جناه العراق من حقيقة الهيمنة على قطاعه المصرفي الخاص؟ هناك حقيقة مجموعة من المصارف الخاصة تهيمن عليها دول إقليمية، جعلت هذه من المصارف دكاكين تسترزق من خلالها، تسحب الأموال وتحولها إلى الخارج، علما أن من يأتي إلى الخصخصة للعراق والدخول للمساهمة في هذه المؤسسات سوف يؤدي حقيقة إلى مشاكل اقتصادية وإلى مشاكل نقدية وإلى مشاكل مالية. سأجزها لك. مشاكل اقتصادية أن الأرباح الكبيرة سوف تكون لصالح المساهمين الخارجيين أو الداخلين أكثر من الأرباح التي تجنيها الدولة، وبذلك حققنا حقيقة تراجعا اقتصاديا أكثر مما نشهده حاليا، علما أن الدولة هي مطالبة بزيادة الواردات الغير النفطية، وبهذه الخطوة سوف تؤدي إلى تخفيض الواردات الغير النفطية. أما المشاكل المالية أن هذه الأموال سوف تخرج من العراق، وبذلك سوف يتحقق عجز مالي كبير في الموازنة أكثر من العجز الحالي. أما المشاكل النقدية، المساهم سوف يأخذ هذه الأموال ولن يأخذها دينارا بل سوف يأخذها دولار، وبالتالي سوف يتحقق شحة في الدولار في العراق مما يؤدي إلى تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، وبذلك حقيقة تحققت عملية تدمير ممنهج، علما أن عملية الخصخصة التي تعمل عليها الحكومة الحالية سوف تأتي على كافة القطاعات الأخرى، علما أن السيدة ثروة عبد الواحد عضو لجنة النزاهة النيابية كشفت يوم أمس الخطة حكومية لإنشاء شركة خطوط نقل جوية جديدة تكون بمساهمة حكومية بنسبة 25% وال 75 الباقية تكون لمساهمين، وبذلك يكون الرأي الأكبر والقرار السيادي هو للمساهمين وليس للحكومة، علما كان أجدى للحكومة أن تقوم حقيقة بتنشيط وتنظيم عمل الشركة الخطوط الجوية العراقية التي تتمتع بسمعة عالية وموثوقية كبيرة. الخطة القائمة حاليا أن تقوم الحكومة من خلال أدواتها في هذه المؤسسات بتخسير هذه الشركات خسارة متعمدة من أجل حقيقة إظهار للناس على أنها ليست ذات جدوى اقتصادية، ومن الضروري الذهاب إلى الخصخصة، ومن ثم سوف تتجه إلى عملية خصخصة هذه المؤسسات. وأنا أحذر حقيقة الحكومة من الإقدام على خصخصة مؤسسات الدولة لأنها حقيقة سوف تدمر كل ما موجود في البلد، وأن على الشعب العراقي أن يعي خطورة هذه الخطوة وأن يعمل بكافة الإمكانات لمنع عملية خصخصة المؤسسات لأنها سوف تدمر البلد بشكل كامل على المدى الطويل جدا. نعم أستاذ عمر. أستاذ فاروق، استمعت إلى ما تحدث به الأستاذ عمر الحلبوسي. طبعا الخصخصة ربما هي رصاصة الرحمة التي ستقضي على ما هو متبقي الآن في العراق إذا أحيلت أو إذا خصصت جميع قطاعات الاقتصادية لصالح شركات تابعة لأحزاب. وبالتالي هنا سؤال نطرحه على موضوع القضاء، يعني لماذا منذ عام 2003 وإلى الآن المحاكم، القضاء، القانون كله لصالح الأحزاب الفاسدة؟ يعني أكيد هذا الأمر له تداعيات على المشهد أو على المستقبل، مستقبل العراق. القضاء هنا تم من خلال القضاء يعني تيسير أساليب التهريب والسرقة وقتل أمال العراقيين، ما هو دور القضاء في ذلك؟ نعود أخي سمير إلى نفس النقطة، وهو القرار الأمريكي بعد غزو العراق بتدمير العراق. فالقضاء لم يسلم، القضاء هو يعني الفاسد الحقيقي، القضاء رقم واحد. نعم بريمر مع القرارات الأولى اللي اتخذها، حل مؤسسات الدولة، حل الجيش العراقي، عندما أعلن من خلال قراراته جعل من نفسه هو قائد، هو يرأس السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولذلك أصبح يصدر قرارات خلال عام واحد من عام 2003 إلى عام 2004
استطاع أن يدمر جميع المؤسسات بالشكل اللي على مراحل سوف يتدمر العراق، وإحنا وصلنا الآن إلى هذه المراحل نتيجة تلك القرارات. عندما يكون القضاء فاسد والتعليم سيء والصناعة متوقفة والزراعة متوقفة، ماذا يبقى في البلد؟ الخصخصة عندما يكون النظام نظام جاهز وجيد وقادر على التحرك، نعم الخصخصة ممكن أن تكون لصالح البلد، مثل ما موجودة في ألمانيا في إنجلترا، الشركات هي التي تنتج وهي التي تحكم، وهي ولكن بوجود قانون مركزي وبوجود سلطة تشريعية وتنفيذية تبعد الفساد. الأمر يشبه إلى حد كبير مثلا المدن المدمرة نتيجة العمليات العسكرية على داعش، من باب أولى أن تقوم الحكومة أو الدول بتقديم الدعم للعراق الغني بالثروات، ولكن لا مشكلة، من أجل بناء هذه المدن التي دمرتها العمليات العسكرية، ولكن لا يتم الدعم من قبل هذه الدول بمبرر أن النظام في العراق فاسد يسرق أموال الدعم، لذلك لا ندعم. فمن باب أولى أن تتوفر القاعدة الإنسانية الصحيحة ومن ثم البناء على هذه القاعدة. القضاء في العراق هو الذي يدعم الطبقة السياسية الفاسدة التي تمثل القاعدة للهرم، فكيف هم يطالبون بقمة الهرم والقاعدة فاسدة؟ يعني من خلال ما نشاهده ونسمع من قرارات ومن اعترافات أن القضاء فاسد ليس فقط في مستوى الأعلى، وإنما من بداية في محاكم الجزاء وفي محاكم كثيرة ترى الفساد مستجري في مراكز الشرطة، في وزارة الداخلية، في وزارة الدفاع، في وزارة التربية، في وزارة الصناعة. عندما يستشري الفساد بالتأكيد القضاء إذا لم يحاسب الفاسدين، القضاء بالعكس كان دائما رئيس مجلس القضاء الأعلى إذا كان السابق أو الحالي دائما تراه جالس في الصف الأمامي إلى على يمين رئيس مجلس الوزراء وعلى يسار رئيس مجلس النواب، وكنا نعلم أن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تمارس الفساد من خلال الامتيازات اللي تحصل عليها، من خلال الحمايات الغير طبيعية، من خلال الوظائف اللي ذكرتها، الوظائف الموجودة واللي هي غير صحيحة، آلاف الوظائف الموجودة وهي وهمية، الرواتب والامتيازات العالية اللي يتمتعون بها الكثير من المستشارين، عندما يكون لرئيس الوزراء 300 مستشار بينما تجد في أي دولة أوروبية لا تجد لرئيس الوزراء أكثر من 5-6 مستشارين، ويعتمدون اعتماد كامل على الوزارات، والوزارات هي لديها المستشار في كل وزارة والوكيل والمدير العام. ولذلك للأسف هذا الموجود في العراق، يعني القضاء لا يختلف، الفساد المستشري في التربية أو في الجمارك أو في الحدود في المنافذ الحدودية هو نفسه مستشري في القضاء، ولذلك لا تجد، يعني نسمع عن النزاهة ونسمع عن عمليات محاربة الفساد، ولكن طالما الحيتان الكبيرة لا زالت هي المسيطرة وهي صاحبة القرار، ورؤساء الأحزاب السياسية هم المسيطرين على القرار السياسي والتشريعي، إذن الفساد مستجري، لا يمكن لا للنزاهة ولا لغير النزاهة أن ربما تحاسب شخص معين قضية صغيرة، قضية أين قضية نور التي اعترف بها أمام الرأي العام، ولا زالت الأمور ولا زالت الملايين والمليارات تهرب بشكل طبيعي يوميا. نعم أستاذ عمر، من وجهة نظرك إذا كانت هناك زعامات سياسية ولجنة النزاهة تتحدث علنا عن زعامات سياسية هربت 90% من أموال العراقيين، إلى أين يسير الواقع
الاقتصادي للعراق الذي هو محاط أصلا بظروف خارجية تهدده، الجفاف، شح المياه، التصحر، التغير المناخي، ما يواجهه العراق من تلوث نتيجة العمليات العسكرية أو تلوث التربة باليورانيوم المنظب والسرطان. يعني هناك كثير من الظروف الخارجية الخطيرة التي تهدد العراق، شح المحاصيل الزراعية، ما يجري من حروب ما بين يعني روسيا وأوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية. الآن من الناحية الاقتصادية كيف تنظر إلى من يريد حتى أن يقضي على 10% المتبقية من ثروات العراقيين؟ يا سيدي، من يتتبع العمل الاقتصادي في العراق والخط البياني للاقتصاد العراقي يجده منذ عام 2003 بانحدار كبير وخطير جدا، خصوصا في السنوات الخمسة الأخيرة. كل ذلك حقيقة يتم بحقيقة عمليات داخلية وعمليات خارجية، إذ أن حقيقة الأنشطة التي تقوم بها الحكومة هي أنشطة أدت إلى تدمير القطاعات الاقتصادية العراقية الكبيرة جدا، مما جعل حقيقة العراق يعتمد على النفط واقتصاده ريعي أحادي متطرف يعتمد على النفط، وأصبحنا ضحية لتقلبات أسعار النفط، علما أن واردات النفط العراقية لعام 2023 انخفضت بالقياس عن عام 2022 بنسبة 19%. بالإضافة إلى ذلك يا سيدي الفاضل، مساهمات القطاعات الأخرى هي مساهمات ضعيفة جدا، علما أن السرقات بلغت في واردات الضريبة أكثر من 10 تريليون دينار عراقي، وفي واردات الجمارك بلغت أكثر من 10 تريليون دينار عراقي، هذا المعلن ناهيك عن المخفي والكبير جدا. بالإضافة إلى أن هناك حقيقة خطوة خطيرة جدا تقوم بها الحكومة وخصوصا بالفترة الأخيرة، وهي حقيقة الغزو الكبير الذي تعرض له قطاع النفط والغاز من قبل الشركات الصينية. يا سيدي، هذه الخطوة هي خطوة تدميرية كبيرة جدا، إذ كان حقيقة الأجدى للحكومة أن تؤسس شركة كبيرة جدا في هذا المجال على غرار شركة أرامكو السعودية، علما أننا نمتلك الكفاءات البشرية ونمتلك الأموال ونمتلك كل مقومات إنشاء شركة وطنية حقيقية بإمكانها أن تقود نهضة حقيقية وكبيرة في مجال النفط والغاز، بعيدا عن هذه الشركات التي هي بالحقيقة عبارة عن دكاكين. ولكن يا سيدي الفاضل، لنوضح هذه الجزئية، حقيقة الشركات الصينية التي تعمل في العراق هي حقيقة تدفع تمويلات إلى الميليشيات وتمتلك أنشطة بالتعاون مع الميليشيات والأحزاب. ولو تتبعنا أن الشركات الغربية التي تتعرض حقيقة هي الأخرى إلى استهدافات، عندما تغادر من العراق تسارع الشركات الصينية بالدخول إلى مكان هذه الشركات الغربية. وهنا نطرح سؤالا، لماذا تدخل الشركات الصينية ولا تتعرض إلى الاستهداف؟ لماذا تستقتل الحكومة على الشركات الصينية، علما أن جولة التراخيص المكملة للجولة الخامسة والجولة السادسة أيضا كانت مفصلة بشكل حقيقي على الشركات الصينية دون غيرها؟ لذلك احتكرت الصين وغزت قطاع النفط والغاز العراقي، وسوف يكون له تداعيات خطيرة وكبيرة جدا على المدى القريب وعلى المدى الطويل، علما أن الصراع الكبير ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الصين سوف ينعكس على العراق. وأنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتجه لفرض عقوبات على الشركات الصينية التي تعمل في مجال النفط والغاز في العراق بتهم تمويل الميليشيات، وهي فعلا تمول الميليشيات، وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة لوزارة النفط التي لن تأخذ بالحسبان الصراع الكبير بين الصين وأمريكا. بالإضافة إلى ذلك يا سيدي، نافذة بيع العملة منذ أكثر من عام وضحنا للحكومة بأن العراق يخسر سنوياً بسبب نافذة بيع العملة، والفرق ما بين سعر الصرف الحقيقي والسعر الموازي أكثر من 6 مليار دولار سنويا تذهب إلى جيوب الفاسدين. وكان السوداني نهاية العام الماضي قد أوضح بأن المصارف الخاصة الأهلية تأخذ الدولار وتضارب به في السوق الموازي، علما أننا في العراق حاليا ليس لدينا سعري صرف بل لدينا ثلاثة أسعار. السعر الأول هو سعر الصرف الحقيقي الذي فرضته الحكومة،
والسعر الثاني هو السعر الموازي الذي يتعامل به في الخارج والذي تهيمن عليه إيران ودول إقليمية، والسعر الصرف الثالث هو السعر الذي تفرضه المصارف الخاصة على التجار للقيام بالحوالات والاعتمادات المستندية، لأن هذه المصارف حقيقة هي من تفرض قراراتها على البنك المركزي، ولا يوجد للبنك المركزي سلطة عليها، وهي من تتحكم بقراراته. يا سيدي، ما يتعرض له الاقتصاد العراقي عملية حقيقة هجوم كبير متوحش من الداخل ومن الخارج. بالإضافة إلى ذلك، هناك أمر مهم جدا، هناك عملية إبداع حقيقي في مجال غسيل الأموال. منذ عام تقريبا كشفنا عن استخدام مهر الزواج في عمليات غسيل أموال، وهي التي كشفت فيما بعد. كذلك تحدثنا عن استخدام الفوركس وبثوث المباشرة من قبل البلوجرية في التيك توك لعمليات غسيل أموال، بالإضافة إلى وسائل أخرى تقليدية استخدمت في عمليات غسيل الأموال. هناك عملية نهب كبيرة جدا. بالإضافة إلى ذلك، أن الخطوة التي منحت بها الحكومة المصارف الخاصة استيراد الدولار من الخارج هي كانت من أجل استعادة أموال الساسة التي سرقوها من العراق ونقلوها إلى الخارج، إعادتها إلى العراق خوفا من التجميد، من أجل أن يحركوها في الخارج، إما بمستشفيات خاصة أو مجمعات سكنية أو مدارس خاصة. ولو تتبعنا حقيقة الإجازات الاستثمارية الموجودة في العراق في كافة المجالات والقطاعات، لوجدنا أكثر من 98% يتابع لأحزاب أو لميليشيات. وهنا حقيقة نعرف أن أموال الشعب العراقي التي سرقت توجد في هذه الواجهات الغسيل التابعة للحكومة. لذلك عملية حقيقة الاقتصاد العراقي يتعرض إلى انحدار كبير جدا، وسبق وإن حذرنا من أن عام 2025 سوف يكون عام صعبا جدا على العراق ما لم تحدث معالجات لذلك الأمر. وحقيقة إلى الآن لا توجد أي معالجات حقيقية، لذلك الحكومة لم تستطع تنفيذ موازنة 2023 ولن تستطيع تنفيذ موازنة 2024 ولا موازنة 2025، والسبب يعود في ذلك إلى نقص في الكتلة الدينارية في المصارف الحكومية والمصارف الخاصة. والسبب يعود في ذلك أن المواطن العراقي لا يثق لا بالمصارف الحكومية ولا بالمصارف الخاصة، علما أن الحكومة كانت قد أعلنت، عفوا البنك المركزي كان قد أعلن أنه صدر 102 تريليون دينار عراقي نهاية عام 2023، وأن المتواجد داخل المصارف الحكومية والمصارف الخاصة مجتمعة 7 تريليون، والباقي خارج الجهاز المصرفي، لأن المواطن لا يثق بالحكومة ولا يثق بالجهاز المصرفي بسبب حقيقة كثير من عمليات الاستيلاء على أموال المودعين العراقيين. لذلك نرى عملية تأخير صرف رواتب الموظفين العراقيين تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 40 يوم كي يتم صرف الرواتب. بالإضافة إلى ذلك، أن الأموال المتواجدة حاليا حقيقة عند الحكومة لا تفي إلا للرواتب، وحقيقة هناك عملية تعدي على احتياطي العراق، علما أن العراق هذا العام سوف ينقص من احتياطيه ما يشكل تقريبا 14% نعم. ذهب من نهب هذه الأموال وتصريفها في عمليات تشغيلية. أغلب العمليات التشغيلية هي أموال امتيازات ورواتب للطبقات الخاصة والوظائف الخاصة. نعم، ختاما أشكركم جدا أستاذ عمر الحلبوسي الباحث في الشؤون الاقتصادية، والدكتور فاروق الفتيان الأكاديمي والدبلوماسي العراقي السابق. شكرا جزيلا. في الختام، تقبلوا مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية وفي أمان الله.